اسمي يوسف وين الطوين ايد امين زقامي مرشغ ونجز غادي تدري الشرى كورت ورا الزخت الدات اذا غياسنك لمعيشتنا وزقامي مرشغ ونش تفكاغ مرمي دغايا ودنهاني اذا غان اختلي الدات ذي الملكنا قوسانا ونش تفرج ذي الاخبار سنغبي للدولة تقال برنامج الدعم المباشر نتزديخت تبد خاص الوزارة إعداد التراب الوطني للتعمير تزديغ السياسة تنديند والسجداي يجن دعمني التقوادن 10 مليون سنتيم ما رخصغت سخت الدات وبو يعدو التمان 30 مليون نيخ 7 مليون ما رخصغت سخت الدات نيسقوان كتازي 30 مليون وبو تعدو 70 مليون فكاكو زجي فينو ومشاوغاك التمغات وقيغ النيد ونير إخصائيات استفغ زي البرنامج الدعم المباشر نتزديخت وحماس سنخ كثاخ البرنامج وانيتين ودفغ الموقع الوزارة دي الانترنت ودايس يوفيغ مرة من خفازو ودايس نغبل للوزارة تقيج المنصة إلكترونية قال الناس دعم الساكن دايس تواط إلكترونية تخوضو بالفي بوان دعم الساكن بوان ما دلابليكاسيون دعم الساكن زمت نتيلي شارجة دي التليفون زي أب ستورد جوجل بلاي ونش وفيغ تدات نخصغ زريخت نشت تمغاث دآيد أمين وتعجبانا ومسفهام غاكباب النسخ التامان والسمور المعلومات يحداج جغ زي المواقع للمنصات التهمان للبرنامج الدعم المباشر نتزديخ والتراجيغ نهار نجوج يناير 2024 أدي بدأو سجلك 12 نوازدي المنصة الرقمية التهمان الدعم نتزديخ حوما وراد نشهد تسجلغ حوما تستافد دي البرنامج الدعم المباشر نتزديخ وشاسغت الداثين وراد نش السمون غدي استعواينو.